اسمعوا لي هذه الشهادة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أخوتنا والله ما يحدث في الجزائر لا يندى له الجابين. ما تقبله الأعراف، ما تقبله لا المواثيق الدولية، لا الاتفاقيات الدولية، لا الشعب الجزائري، لا المجتمع الدولي، لا القوانين تاع الدولة الجزائرية. ما يحدث والله ما تقبله ولا قانون في العالم يقبل هذا الشيء، ولا عرف في العالم، ولا مجتمع في العالم. حتى الدكتاتورية وتكون أهون من ذلك، حتى الظلم ويكون أهون من ذلك. أخونا الذي فقد عقله هو بشهادة من كانوا معه في السجن. أنا شخصيا كنت في سجن القليعة وأشهد على العديد من محاولات الانتحار، وفيها وكاين من اللي توفوا، كاين شخص واحد توفى الله أعلم البقية، اثنين خرجوا، واحد خرج، واحد اسمه أيمن مازالوا في الحبس. أنا خليته الله أعلم إذا كان خرج ولا ما خرجش، خليته في الحبس. قاموا بعمليات انتحار، حتى كاين اللي ماشي حراك ولكن قاموا بعملية انتحار. لماذا؟ كنا نسألوهم، كانوا معنا وكنا نسألوهم لماذا العملية الانتحار؟ علاش راك تحوس انت تقتل روحك؟ علاش؟ لماذا؟ لأنه بسبب طول مدة الحبس المؤقت، بسبب المضايقات اللي يعانوها داخل السجون، بسبب أنه يطلب طبيب شهر شهرين ثلاث شهور باش يشوف الطبيب. إلى حكمته درسه كارثة، وإذا كان بطنه كارثة، وإذا كان وجعه راسه كارثة، وإذا كان جا طبيب على شهرين يعطيه باراسيتامول ولا يعطيه دوليبران. طبيب ما يخرجش إلا دار برا مريض نواظر نظارات، كان معايا شخص واحد نظارات نتاعو ما يشوفش مليح، نظارات باش يدخلها، فايت الشهر هو يجني وراهم طلبات ويجري منه من ويدير في لابريسيون ليهم، ويا ربي باش دخلوهم له بالسيف. وعليه الظلم هذا ولما؟ والله الظلم غير راهو جاي كل واحد فينا، راهو جاي بالواحد يوصل كامل الجزائريين، والله اللي مأيد واللي معارض. والظلم ظلمات يوم القيامة، يجي يوصل لك اليوم بعد غدوة بعد غدوة وليدك. صدقت صدقت، اليوم غدوة بعد غدوة ليك لوليدك لعائلتك سيصلك الظلم. عندما يعم الظلم يعم كل الناس. تعرفوا باللي هذا الأسبوع اللي فات العابث في أرض الحرمين بن سلمان اعتقل عدد من القضاة، من أكثر القضاة اللي كانوا يصدروا أحكام على أحرار السعودية، علماء، دعاة حقوق إنسان، نساء، ليبراليين، إسلاميين. طبعا السعودية مملوءة أيضا في سجونها، لكن بن سلمان الناس ما فهمتش لماذا قام باعتقال وقام إعلامه بشيطنة مجموعة من القضاة. ظالم يعم ظلمه، ولو اللي كانوا يساعدوه، ولو اللي كانوا يقفوا معاه. لأن بن سلمان في الحقيقة أراد أن يعطي درس للقضاة باللي في النهاية أنتم عبيد عندي، ما تظنوش أنفسكم أنكم تعتقلون وتعطون الناس 20 سنة و30 سنة، لأني أنا نقول لكم مخابراتي هي اللي تقول لكم، بعدين بالك تتنفخوا أنتم وتعتبروا روحكم صح، أنتم قضاة وأنتم اللي تدخلوا الناس تحيون وتموتون. حاب يوري لهم بأنكم أنتم لستم أكثر من عبيد عندي، ولذلك طغاة هذول من مرة مرة يجيبوا أقرب المقربين منهم يعتقلوهم أو يسجنوهم أو يعذبوهم. لازلت أتذكر في بداية التسعينات كيفاش كانت تصلنا المعلومات ماذا كان يفعل القذافي في المقربين منه. كان القذافي كلما قام المقربين منه طلب منهم باش يعتقلوا، مثلا عنده هذا كان سنوسي نسيبه، مرة طلب منه في 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 سجن بوسليم في جوان 1996 قضى على 1246 سجين داخل السجن برصاص، حطوهم في الساحات الكبرى وأطلقوا عليهم الرصاص، قتلوا من حوالي 2000 ولا داخل السجن 1246. مع ذلك هذا عبد الله السنوسي كانت المعلومات، أنا خرجت في 95 لكن كانت المعلومات تجينا في 93 94. طبعا كدبلوماسيين تصلنا، دبلوماسيين في أي بلد تصلهم المعلومات والمعلومات الدقيقة عما يجري في ذاك البلد، لأنهم يتبادلون معلومات ويتعاونون وعندهم مداخلهم وعندهم ناس داخل الإدارات يجيبوا لهم معلومات إلى آخره، وهذا يحدث أيضا في الجزائر بالمناسبة. كنت أعرف أن بعض كبار المخابرات نتاع القذافي
كان يصل به تعذيبهم أنه كان يتصرف بهم تصرفات حيوانية باش يخليهم دائما تحت الرعب نتاعو باش هما اللي يطلبها منهم ينفذوها، وكان يشد عليهم ملفات أخلاقية، وكان يعبث بهم وأحيانا بنسائهم وأحيانا ببياناتهم باش ما يخرجوش على الطريق، ويشدوا لهم ملفات وفيديوهات مسجلة. هذه دول الاستبداد والإجرام. اليوم احنا في المخابرات الإرهابية كثير من القضاة، كثير من الولات، كثير من الوزراء، بل بعض الجنرالات شفناها في بنويرة في شهادات، وقال لك حكالنا قصص كيف كان جبار مهنا اللي كان هو مدير الأمن العسكري كيف كان يخضع جنرالات كبار أكبر منه قوة بما فيهم بعض قادة النواحي، كيفاش كان يرعبهم يخوفهم يدير عليهم تصنت، يعرف عندهم ملفات متورطين فيها يجيبهم يوري لهم يقول له هاو الملف، بصح مش راح نبعثوا للقايد صالح، راح يبقى عندي هنا باش يقدر يمشيهم بعد كل خاتم في صبعه. ولذلك عندما تكون عبد عند هؤلاء المجرمين راه في النهاية سيدفعوك الثمن. هذا ننساو الله ويوم القيامة والحق والباطل والجنة هذو كلهم ننساهم نحطهم جانبا، روحوا فقط الناحية الإنسانية فقط. والظلم ظلمات، ظلمات في الدنيا وفي الآخرة. ويحكم يا من تظلمون، ويحكم يا مجرمين، يا من تنفذون أوامر هؤلاء المجرمين، هؤلاء المخابرات الإرهابية والمافيا العسكرية بما فيهم أطباء السجن. كثير من أطباء السجن متورطين، كثير من مدراء السجون متورطين، كثير من حراس السجون متورطين، يحقروا يظلموا يدوا الرشاوي على البسطاء على المستضعفين، واللي ما عندوش يقدر ينتحر داخل السجن كما تفضل. لكن أخونا هذا قدمنا أيضا شيء، هذا كان معتقل تحدث على السجن اللي كان فيه، نظن نتكلم على القليعة، شجاع. هناك مئات إذا ما قلناش آلاف ممن دخلوا السجون وخرجوا، أين هي شهاداتهم؟ لماذا تسكتون؟ لماذا يا من دخلتم السجون وشفتم بعينيكم، لماذا تسكتون؟ لماذا تخافون؟ هذا الخوف سيرتد جميعا. تخيلوا لو يخرجوا غدا مئات ممن سجنوا ويقولوا هاو صرا في السجون، واش تستطيع هذه العصابة؟ لكن عندما يخرج واحد أو اثنين تستطيع أن تعتقلهم، عندما يخرجوا عشرات أو مئات لن تفعل شيء، واش يقدروا يديروا؟ وهذا في كل شيء. إذا بقت أقلية فقط صغيرة هي اللي تقاوم هي اللي تواجه، العصابة تقدر عليها أو تخوفها أو، لكن إذا عادت تلك الآلاف الملايين، في الحقيقة كانوا ملايين اللي كانوا يخرجوا، كان يجي منهم فقط آلاف ويفضحوا الحقائق ويكشفوا الحقائق ويرفضوا الظلم القائم، تتغير الأوضاع، تتغير الأوضاع. الخوف والجبن تدفع ثمنه مرات عديدة، الشجاعة تدفع ثمنها مرة واحدة. في النهاية تقول أنا قلت كلمتي وكنت شجاع، خليهم الآن ندفع الثمن. لكن عندما تكون جبان تدفع الثمن وأنت ترى الظلم وأنت ماكش قادر تشوف هذاك الظلم وأنت مريض بالظلم اللي تشوفه، ولكن في نفس الوقت ما عندكش الشجاعة أنك تواجه ولو ببوست ولو بتدخل. ما كانش درك اللي يقول لك ما كانش عندي الامكانيه، لا، درك الانترنت ناس عندها وتليفونات سمارت فون موجوده، ويستطيع الواحد يخرج يدير فيديو يحطه في اليوتيوب او في الفيسبوك او في تويتر او في اي مكان. قل الحقيقه، انما ظن اهل الباطل انهم على حق، لان اهل الحق سكتوا صمتوا خافوا جبنوا. الباطل لا ينتشر إلا إذا سكت أهل الحق، الباطل لا يتوسع إلا إذا سكت أهل الحق، إلا إذا خاف أهل الحق. ولذلك أحياناً بعض الناس تدفع إلى التطرف، يصبحوا متطرفين، لأن يقول لك خلاص احنا وش نديروا مع هاد الناس، الأغلبية سكتت وهاد الناس راهم يفعلون فينا ما يفعلون فيتطرفون. لكن مرة أخرى نذكر إخواننا اللي عندهم شهادات، إخواننا اللي خرجوا من السجون، إخواننا اللي يقدروا خرجوا وديروا شهاداتكم، ما تخافوش،
تقدروا تكونوا في الاول 10 12 15 من بعد توليوا 50 60 ومن بعد 500 700 وكلما تمددت. منين راه منين هذه العصابه منين راهي عايشه؟ راهي عايشه من خوف الناس. عادت بنت الجدران نتاع الخوف وتاع الرعب. نحن نعيش في جمهورية الرعب والترعيب. كيف نحطم ذلك؟ بالكلمة. وفي البدء كانت الكلمة والرأي قبل شجاعة الشجعان. اسمعوا هذا أخونا واش قال في وفاة أخونا حكيم دبازي، وكان عنده موقف رائع يعني. في الجنازة نتاعو والله ما أردنا ولله ما أخذ. ما تنساوش خوكم بالدعاء، أسأل الله له الرحمة والمغفرة. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره فنهاه فقتله، نسأل الله الشهادة الخونة هذا. قال كلمة الحق، ما كسر ما صنع، كي هو كي خاطر. شيخ الإسلام بن تيمية مات داخل السجن وهو على طريق شيخ الإسلام بن تيمية، نسأل الله له الرحمة. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، في كل من ظلمه ومن أيده. إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه سأله السجان، قال له يا إمام هل أنا بظالم معاون للظالم؟ قال له بل أنت ظالم، لولاكم ما ظلموا. ورسالة لكل الشعب الجزائري، هذا أخونا مات على ليلة الله محمد رسول الله. نعم لله ما أعطى ولله ما أخذ، كل نفس ذائقة الموت، ولكن يا جماعة الإنسان يجب أن يعتبر. كفى بالموت أنه يوقظ ضمائر الناس. ربما لا تتفق مع إنسان، لكن هذا لا يعني أن ترضى بأن يموت داخل السجن رحمة الله عليه. نحسبه شهيدا فاض الى ربه في العشر الاواخر رحمه الله عليه، ونحن على دربه سائرون. عهد امام الله عز وجل وامام كل مسلم ومسلمه. الله اكبر لله الحمد. هذا اخوكم حراكي من تيارت، عسوه لان المافيا الان راح تتربص به. هذا إذا ما رحولوش، لكن عسوه، ربما يخافوا الآن في مع الموت نتاع حكيم دبازي رحمه الله، يخافوا في الأيام هذه، لكن عسوه، هذا سيحاولون اعتقاله أو ضربه أو قتله أو ما تنساوش خوكم المحامي طارق اللي قتلته العصابة واللي عمرها ولا خرجت حقائق الموت نتاعه. لأنه كان أيضاً واحد من المحامين لفحولة بكل ما تعنيه الكلمة. هذه كانت صورة حكيم دبازي، صورة ابنه اليوم، واحد من أبنائه، صورة مؤلمة جداً، وهو يرى أن والده اللي خرج يطالب بدولة مدنية مات عند العصابة في سجون العصابة. وكتب أخونا عبد الغني بادي بوست عجبني، خلينا نقرأ لكم. تتحمل السلطة السياسية المتسلطة بالقوة من عبد المجيد تبون إلى الأجهزة الأمنية التي تعتقل المعارضين كامل المسؤولية في وفاة المرحوم عبد الحكيم دبازي. وتتحمل المسؤولية كذلك الجهات القضائية التي تأمر بالمتابعات أو التي تودع الناس الحبس بمجرد موقف سياسي مختلف مع السلطة، مختلف مع السلطة، وهي تعرف أن المعارضة السياسية حق مكفول دستوريا. وتتحمل إدارة سجن القليعة مسؤوليتها عن ظروف الاحتباس ومستوى الرعاية الصحية. ونتحمل جميعا، اسمعوا هذه مليح، ونتحمل جميعا المسؤولية عن صمتنا وخضوعنا لسلطة لا تهمها حرية الناس ولا حياتها. رحم الله الشهيد عبد الحكيم دبازي وألهم ذويه الصبر والسلوان. أقل شيء الناس تعبر ببوست كما هاك. إذا ما تقدرش دير فيديو أخرج دير بوست، أخرج قول كلمة. الخبر المفرح اليوم هو أن خبر الناشطة زهرة زوارة ظهر أنها وهي هنا يعني وعاد
احتجاج الناس عادوا للحراك بقوة كبيرة، كانت هناك شعارات يعني نفس الشعارات المتداولة خلال الحراك يعني من منذ بداية 22 لحد الآن. يعني كان يقولوا مكان علماني مكان إسلامي، فقط هناك سلطة تسرق عيناني، وهذا الشعار طبعا لأن السلطة أخذت يعني تشوه من صورة الحراك، تقول هذا ما حركة رشاد وحركة وحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ وغير ذلك. ولكن أستاذ زهرة، بالأمس رفع شعار كبير وهو شعار هذه الأخت زهرة اللي الحمد لله ثبت أنها حية ترزق، وأن كتب بأن أنها ماتت، كانت في المستشفى، كان تحت الضغط نتاع المافيا الإرهابية، وأن بنتها شافت بأنها أو اعتقدت أنها ماتت فكتبت بوست بهذا المعنى، لكن ظهر بأن هذا ليس صحيح الحمد لله، لأنها معروفة على مستوى الحراك في قلمة، و الحمد لله أنها حية ترزق، مناضلة ومقاومة منذ بداية الحراك ومن الثابتين، ربي ثبتها ويثبت كل الحرائر، لأنه مش سهل خاصة في مجتمعنا الجزائري. طبعا موضوع أخونا حكيم دبازي كتبت عليه عدة جهات في الخارج، كتبت عليه مواقع، كتبت عليه جرائد، كتبت عليه وكتبت أيضا أمنيستي، وطالبت أمنيستي من العصابة أن تصدر تقرير تتحدث فيه عما جرى بالضبط، لأن كاين كلام الآن من أنه تعرض للتعنيف وللضرب الشديد داخل السجن، وربما هذا هو الذي أدى إلى وفاته. أنا شخصيا ما قدرش نقول، ليس لدي أدلة، لكن لا أستبعد، لأن احنا عارف أن التعذيب داخل هذا السجون موجود، وأحيانا بأي سبب أو بدون سبب، أحيانا باش يكسروا النخوة والكرامة نتاع الحركي، باش يكسروها، باش كي يخرجوه كدجاجة يعني. للأسف بعض خوتنا اللي دخلوا السجون وخرجوا مرعوبين. لكن الأغلبية الحمد لله العكس.